بسرعة، ايه حكاية الاحضان اللي ماشية في مفيش شك يا جماعة انه المسألة الناس الشباب يعني عنده الاندفاع، وكل الناس عندها عاطفة، وفي سن المراهقة العاطفة بتكون يعني صعب فرملتها عند البعض، وممكن تكون فيها بعض المظاهر اللي الناس عايزة تقلد فيها. يعني شفنا قبل كده المشهد اللي هو أمام مدرسة، يعني طالب بيحب طالبة فاللي بيسموها الحضن العاطفي، ينتشر المشهد بشكل كبير. فطبعا في مفيش حد ضد الحب يعني، لكن في أخلاق شارع يعني، وكمان في أخلاق مدرسة، وكمان في سن محتاج إنك أنت تبص عليه كويس قوي وتشوف المسألة مش محتاجة عنف في العقاب قد ما هي محتاجة التحليل النفسي والاجتماعي لما يحدث. يعني كنا ناقشنا معاكم قبل كده ما قضية متعلقة أيضا بحضن أمام المدرسة، ده حضن جديد أيضا أمام المدرسة. يبدو أن قضية الأحضان أمام المدارس هي تعبير عن جيل طالع ربما يكون في حالة انفلات، حالة اندفاع، حالة تقليد، لكن تعالوا نتعامل معاها مش بمنهج العقاب فقط، لا بمنهج المناقشة مع العقاب طبعا. من جديد وأمام إحدى مدارس الغربية، رصدت كاميرات الهواتف مشهد احتضان شاب لطالبة في وضح النهار. ما يتسحش ان هو يحصل كده، لان برضك البنات برضك لما يشوفوا كده اكيد هيعملوا زيه. المدرسه كلها دلوقتي بقت سمعتها بقت في الارض، بقى كل دلوقتي يشتم المدرسه والبنات في المدرسه والمدرسين كمان، لان هي اصلا حصل بره المدرسه مش جوه المدرسه. بره المدرسه. ايوه، علشان اي حد في المدرسه يعني يبقى يفرق جاي من اي مكان تاني وجايه تدخل المدرسه عندنا. هي فضيحه للبنت، وكمان المدرسه عملت الاجراءات الصح اللي حصلت. هي يعني في الاحاديث السابقه قالوا ان هي خطبته. ماشي، ايه يعني خطبته؟ محدش عارف بكره في ايه؟ محدش عارف هيبقى مدرسه ولا لا؟ بيبقوا على الكوشه مثلا وبيسيبوا بعض، بيبقوا كاتبين كتابهم وبيسيبوا بعض. سمعنا صوت عالي، جيت خارج المدرسه لقينا واحد واقف بواقي ضخمه قدام باب المدرسه كده بعيد عنها بشويه، فبنحسبه بيبيع واد. وقيس بصوت البنات، بنسال البنات قالوا لا ده مستني خطيبته. ففوجئنا بالصوت العالي، طلعنا لقينا بيقول لك ايه ده، حضن البنت او مستني يعني مستني خطيب. يعني هو البنت خطيبه الولد؟ خطيبته. احنا خدنا عملنا اجتماع مجلس اداره وخدنا قرار بفصل الطالبه اسبوعين، لان ده ما ينفعش يحصل اصلا قدام باب المدرسه. ناقشتوا الواقع؟ عرفتوا ملابساتها؟ احنا جبنا وليه امر الطالبه هي وجوزها زي ما بيقول، وقالت ان هو خطيبها وكاتب كتابها وكده، وكان مسافر وجه عمل لها مفاجاه زي ما قالوا يعني، بس ده برضه ما ينفعش وما يصحش يعني. هم البنات اتلموا حواليها لما شافوا المنظر، يعني دول بنات في سن صغير وما صدقوا شافوا حاجه زي دي، ففضلوا اللي يصور واللي يعمل. تم بحث المشكله مع الاهل، وحتى كمان يعني اذا كان هذا شيء مخالف فاحنا فصلنا الطالبه لمده اسبوعين. زي ما بقول لكم مش العقاب بس، لا ده محتاج، هذه القضايا تحتاج لتحليل نفسي واجتماعي ومناقشات. انت قدام جيل مختلف يعني، صحيح تظل الاخلاق هي الاخلاق وتظل القواعد الاخلاقيه هي هي، يعني مش هنقول هنتسامح معاه عشان في جيل يعني، لكن لازم نبص على هذا الجيل. خلاص في مواقع التواصل الاجتماعي وفي انترنت وفي، ده كان زمان عشان واحد يحب واحد عشان يقعد يكتب جواب ويشوف هيبعته ازاي ويخطط ويفكر، يعني جايز يكون ماتت يعني لغايه ما يصل الى ازاي هيعمل ده. دلوقتي خلاص جيل رسائل موبايلات مواقع التواصل الاجتماعي وبيقلده خلاص يعني، فتعالى اصنع مشهدا عاطفيا امام المدرسه والطلبه
تسقف وزميلاتها وزملائه، مشهد بيتكرر مش بالعقاب فقط، بالمناقشة والنظر على جيل جديد مندفع، نعم عنده فهم مختلف للأخلاق، نعم عنده قواعده الخاصة، نعم كل ده محتاج مناقشة مع العقاب أيضا، لأنك مش ممكن تسيب قضايا زي ده. وفين اختيار المكان أمام المدرسة؟ الواقعة الأولى اللي ناقشناها معاكم أيضا من أسبوعين كان نفس الوضع، وأمام المدرسة بشكل مباشر يعني. هطلع